صار النهائي النصر والاهلي، اذا صار النصر والاهلي اثنين بنطلع برا، ما احنا مش برا لا انا ولا هو. ليش احنا متفقين كذا؟ لا لا ان شاء الله النصر متفقين كذا، متفقين كذا يكون غير ان شاء الله. الالف النصر الالف من عام 2000 ما شفنا بطوله، والنون نوينا وعزمنا هالسنه على هالبطوله. والصاد والصاد صحيح احنا بنعلمهم اللعب وفن لعبه الكوره، ورا رجعنا لمجدنا الاول بفضل الله ثم فضل ماجد اسطوره اسطوره. وراح اختصرها لكم في كلمتين بلا تعصب، تراها في النهايه لعبه كوره. بيض الله وجهك. هذا البحرين ما تغلبون الا البحرين ما تغلبون الا البحرين ما تغلبون الا. عاد انا الحين عندي اقتراح، انا الحين عندي اقتراح، ايش رايك تعطيني المايك وانا اخذ معك مقابله؟ والله يا اخي يسعدني ذلك، بس ان احنا نبغي الخط ونبغي على فكره نبغي تليفونكم. انا بعد بجوال، صارت لكم شعبيه صراحه. انا بعد بجوال، انتوا الاثنين صارت لكم شعبيه. اشكرك اشكرك، وانا زي ما قلت لك من اول قناه البحرين الرياضيه قناه سباقه، وبيض الله وجيهكم وبين اهلكم وجماعتكم. بيض الله وجيهكم والله، الله يطول. العريس ان شاء الله بتشوفها في جدة، انا والنصراوي ان شاء الله بتشوفنا في جدة ان شاء الله. الريس الاهلي بتشوفها في جدة مع النصراوي مع الدوحة. شوف اهل الدوحة. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شو تتوقع يا اخوي؟ اتوقع حال نصراوية، نقول الوعد في جدة ان شاء الله. يعطيك العافية. بوقش 2-0 للنصر. انا ما اتوقع، انا اتمنى اتوقع ان شاء الله الفوز بإذن الله. لا. بإذن الله كأس نصر بإذن الله. وهذا على الأهلي بعد سم يفوز على الأهلي، يفوز على الأهلي، يفوز على الأهلي. النصر بمن حضر، النصر بمن حضر، وهذا الجمهور ما راح يطلع خايب اليوم. هذه ذكرتي بالمرحوم الله يرحمه ويخمد روحه الجنة عبد الرحمن بن سعود، دائما يقول النصر بمن حضر. وبنشوف الليله بيفوز العالمي على العاده. انا قلت لك قبل شوي النصر فايز 5-0، واحنا ان شاء الله بكره باستاد الملك فهد نهزم الغرافه ب 5-0 ونتاهل طال عمرك لدور 16. طبعا اعزائي بعد ربع ساعه ما فتحت المباراه تسكرت البوابات، فالعالم الحين على السور. ليش؟ لان الدرجه الاولى فل فسكروا البوابات. ان شاء الله نشوف ملاعبنا نفس الشيء، تمتلي المدرجات وبعدين خلاص ما في مكان، الدرجه الاولى كلها فل. هذا حلاوه كره القدم. السلام عليكم. سلامتكم. معك تذكره انت؟ لا والله باقي، جاي اخذ تذكره ان شاء الله. لا جاي تاخذ تذكره، الملعب امتلأ فل. جيت متاخر، اجي من الدمام. انت فتحاوي ولا نصراوي؟ والله ودنا النصر ياخذ الكاس السنه هذه، ولكن انا اتحادي عرفتوا، وكل التحيه لجماهير الفتح والنصر. هذه التذكره شو نسوي؟ نرجع. انت فتحاوي؟ ايه. زين الحين ليش ما جيت مع جمهور الفتح؟ هذا جايين بس ما دخلنا، مسكر البوابات. شو يقول سيرجيو بوسكيتس؟ شو تقول؟ سيرجيو بوسكيتس. انت معك تذكره؟ اي معي تذكره. زين وليش جاي متاخر؟ بعد طيب تو المباراه ما اخذت لها يعني وقت من المبتدا عشان تقول لي. فتحاوي؟ ايه. تتوقع اليوم يفوز الفتح؟ ان شاء الله بيفوز. عموما حاولوا يمكن يدخلوك. هلا والله. هلا انت، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. تتوقع؟ فتحوية ان شاء الله. فتحوية ليش ما جيت مبكر؟ انا هلالي وجاي بشوف مباراة الفتح يفوز بس. بس زين ليش ما جيت من وقت؟ ها؟ ليش ما جيت من وقت؟ والله ما هي مباراتنا، انا جيت ما جيت عادي ما هي مشكلة. زين افتح البوابة وتدخلون كله. يعطيك العافية يعطيك. ها افتح البوابة شباب. شباب افتح البوابة شباب. شجع من؟ انا هلالي. جاي تشجع من اليوم؟ جاي تشجع النصر. السلام عليك. وديك انه يكون الكاس بالرياض؟ اي والله ودي الكاس بالرياض. ما اخذها النصر ياخذها الفتح ان شاء الله او الاهلي. واكيد اذا ما اخذها الفتح ولا النصر اكيد الاهلي، لان ما بقى الا ثلاث. لا ان شاء الله ما ياخذها الاهلي ثاني مره. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. ما حصلت تذاكر انتو؟ لا والله ما حصلنا. احنا مع المنتخب. يعني ورقه رابحه حتى عندما كان غائبا وعاد بعد الإصابة، قدم العروض، سجل الأهداف، لاعب مهم ومؤثر.
ولا ننسى ان قدومه الاول للاحتراف في الملاعب السعوديه كان عن طريق مدى النصر. كره عاليه وهدف اول، هدف في الدقيقه 23. دوريس سلامو، دوريس سلامو الكونغولي يسجل بعد شوف 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 الشباب. سلام الخير. سلام يبا، تشوفون انتم من هنا؟ ايه نشوف واضح. ليش ما حصلت تذاكر؟ ما في، ما في. ها ملعب فل فل ليه بس فيه مكون يعني فاضي. التذاكر موجوده، عطنا بيع بس عم سكرين البوابات. شوف جاي انت فوق، شوف. ايه اشوف واضح. حاليا كم الحين؟ انت جو 1-0 1-0 حق الفات. انت فتحاوي؟ لا نصراوي. نصراوي؟ انت فتحاوي؟ لا نصراوي. بعد ما وياكم فوق واحد متعلق فتحاوي؟ انا فتحاوي. فتحاوي؟ الظاهر انه يقولون الملعب فل. الملعب فل. الظاهر. تعال صور هنا و يفتحون صور رجال. سكر بخير. مسك الله بالنور. متاخر انت؟ لا توني جاي. يا ادري بك توك جاي بس متاخر، الحين باقي 10 دقائق على انت شوف. بعد عندي اشغال بعد لابد. عندك تذكره؟ لا بحجز ولا ما فيه؟ انا شفت عينك البواب مسكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. للحين انتم جالسين هنا؟ اي نعم. زين التذكره قلت لي معاك؟ اي نعم معاي بس ما في اماكن. هذه ما في اماكن؟ ما في اماكن داخل. انا اقترح ان بين الشوطين يطلعون لداخل ويدخلون اللي عندهم اوراق برا، اللي عندهم تذاكر، عشان الكل يشوف. يعني عندك اقتراح ان الشوط عقب ما ينتهي الشوط الاول يطلعون الجمهور لداخل ويطلعونه برا الملعب، والجمهور اللي برا عنده تذاكر يشوف الشوط الثاني. اي نعم. يا سلام على الاقتراح. زين توقع كم تنتهي؟ والله ما أنا الناصر ان شاء الله. لا انا اقول ان شاء الله الفاتح يتاهل، بس اقول ان شاء الله يعني نبي الاهلي يغص جسمه. بس خلاص خلاص يعطيك العافيه. تفضل حب. ها؟ حب؟ شو اسمه ذي الحب؟ اشوف. ممتاز. شو اسمه الحب ذي عاد؟ ممتاز. تحبون الحب؟ اي نعم. تحب الحب؟ هذه الحسويه لازم حب، حتى لو طرح درج بيه الدمام كله لازم السياره حب. حب ها؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. اي احلى التمر ولا الحب؟ ها؟ التمر ولا الحب افضل؟ التمر احسن. التمر احسن، انا اقول لك اثنين، التمر في فوائده انه يعطيك طاقه يعني بنفسه. الحب يخليك تشجع اكثر. الحليب صدق يعني عشان ما ترقد. الحب عشان ما ترقد. يعطيك العافيه. اقتراحك احنا بنحاول نشوف اقتراحك. قلت لي يطلعون اللي في الملعب الشوط الاول يطلعون ويدخلون لبرا عندهم تذاكر يطلعون الشوط الثاني. وش اقتراح؟ يعطيك العافيه، مشكورين يا اخوي. مساك الله بالخير. عساك الله بالنور. باقي 3 دقائق وطالع ليش؟ والله خلاص يعني. ما شفت اداء ولا شفت شيء. نصراوي؟ ايه. طيب خطر يعني لو يجيبون في اخر 3 دقائق الفتح هدف يصير 2-0. عاد الله يعين. مبروك مبروك للنصر. مساء النور. اصروح حقك. باقي دقيقتين لحد لا ما انتهت المباراه. صحيح، تعرف الضغط جاي من ناحيه نادي الفتح، وان شاء الله انه يفوز النصر ان شاء الله باذن الله. نصراوي؟ لا والله انا هلالي بس جاي ازرع فريق النصر، تعرف عاصمه واحده. نعم عاصمه واحده. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. نصراوي بس لابس الهلال؟ والله عشق لهم. بس شغل الهلال؟ بس عشق لهم. عندك روح رياضيه يعني؟ ايه عندي روح رياضيه لهم. توقعت تنتهي المباراه 1-0؟ لا ان شاء الله يجيبوا التعادل النصر. مشكور. السلام عليكم. السلام. ليش يبا طلعت؟ باقي دقيقتين. والله باقي دقيقتين، الوقت بدا ضايع يعني 12 دقيقة ما تحمل انك تنتظرها. انت نصراوي؟ لا ما بنصراوي. فتحاوي؟ ولا فتحاوي. بس جاي كذا محايد. جاي محايد. يعطيك العافية. قوة. انا نتأهل بخسارة لكن خيرها بغيرها. خيرها بغيرها ان شاء الله. طيب باقي دقيقتين ما تخاف؟ الزحمة هنا زحمة الحساء. قدم مستوى يمكن ما هو بطموح الجمهور اللي حضر اليوم، لكن نتيجة 2-0 أصلا نتيجة خطيرة يعني أخطر من 2-1.
لكن الحمد لله متفائلين خير ان شاء الله مباراتنا الجايه. شوف 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 اهم شيء سويناه السراويه بنت السراويه كلهم الثلاثه. شوف انا اهلاوي عطني بس دقيقه خل هذا شوف شوف انا اهلاوي اتمنى النصر يعود لمنصات التتويج لان هذه فائده للكره السعوديه ويعود للدوري والمنتخب. انت شوف الان كم نجم مختارينه من النصر، فاتمنى اتمنى انه يحقق البطوله على حساب الاهلي رغم اني اهلاوي. وين عيالك يا اخوي؟ وين ايش اسمك؟ ركان. ركان والله والنعم اسمه حلو. فزتوا وخلاص تاهلتوا؟ هنا غن النصراوي، غن النصراوي، يلا غن النصراوي، يلا غن ان شاء الله. شو اسمه؟ علاوي. يلا علاوي غن. يلا انت نصراوية؟ ايه. عندك اغنية عن النصر؟ يعطيك العافية تربون ان شاء الله. الله يسلمك. نصر انتم فتحاوين ولا؟ احنا محايدين. ها؟ كان نصراوي؟ لا من نصراوي، انا هلالي فرحان اليوم. فرحان اليوم. انا فرحان. بس تاهل. ها؟ لا ما يستاهل. داخل داخل طيب. والله العظيم والله انا بقولك يستاهلون الفتح. انت من المدرب حافظ على نفسك اول شيء ما في اصابه، لانك اذا خسرت بواحد متاهل واذا تعادلت متاهل، اقل الخسائر نكسبها بس. اتمنى الفوز للناصر في المباراه النهائيه. انا هلالي اول شيء الربع وجاي حضر عشان النصر، جاي من قطر حضر عشان النصر. تستاهلون السعوديين، تستاهلون الله يوفق النصر جمهور الشمس. مبروك للنصر. انا اهلاوي والوعد في جدة. حكم غشاش. النصر يشكرون الحكم. هالمستوى قدام الاهلي محاوره صفر، عندك غالب فلاته صفر اليوم ولا شيء صفر. وينك عزيز؟ عزيز كان ماسكهم صح، عزيز كان ماسكهم صح. هذا المستوى. ودي ان الفتح جاب الثاني عشان ما نلعب الكاس بهالمستوى قدام الاهلي. كل مبروك للنصر، لكن لازم يغير من مستواه، اذا هذا مستواه مو فايز بالاهلي. شكرا لكم. الف الف مبروك. الله يبارك فيك ويخليك. تستاهلون التاهل. نستاهل، بس اليوم المستوى شوي ناقص، بس الحمد لله على التاهل. طيب تعتقد بهالمستوى هذه تقدرون تفوزون على الاهلي؟ في مباراة النهائية يصير الفريق غير ان شاء الله، وان شاء الله انا احس ان البطوله للنصر ان شاء الله. والله بكل امانه يعني الكوره الفتح قدم مباراه جيده في هذا المستوى، ولكن الفريق النصر لم يقدم المستوى المردود اللي احنا نتوقعه في كذلك. فالحاصر يعني كل الفتح حاصر مرمى، الفتح حاصر مرمى النصر بكل امانه. النصر اليوم ما المستوى الذي نقول انه هذا؟ نتمنى له بالمباراه الجايه يغلب أنا حي النصر وجاي من الإمارات. حياك الله. حياك أكثر من الإمارات وجاي على شان النصر، وحي الجماهير اللي برا واللي جوا. صعبة قوية العالمية، صعبة قوية العالمية، صعبة قوية. رجعتوا لنا مرة ثانية ومشكورين. بيض الله وجيهكم، وزي ما عطناهم في الرياض عشناهم في الرياض، بعد هم نفس الطريقه عشناهم هنا. زين احنا بس احنا صرنا اكرم منهم، كرمناهم هناك بهدفين وهم كرمونا بهدف. ونقول لك وعدنا عدنا عدنا قصيده بنقولها لك حق قناه البحرين، بنقولها لك حق قناه البحرين. انا مع زميلي. ايوه يلا. وكلك حلا توزين يا قناة البحرين، كلك حلا توزين يا قناة البحرين، كلك حلا توزين يا قناة البحرين. جمهورك مشتاق لك يا خالد الزين، جمهورك مشتاق لك يا خالد الزين، وحذيرك مشتاق لك يا خالد الزين، وهذه تحية من السعودية للبحرين. هذه الفوز إلى الوالد والوالدة والأزاج إلى زوجتي العزيزة في الحسا. السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب، ما قصرت. عاد الفوز أبو عريش المشعلية أبو شواعد. إن شاء الله البطولة النصراوية إن شاء الله في جدة. أبارك للجمهور النصراوي على الفوز زين، وإن شاء الله الكاس لكم مع الاتحادي. احب اشكر فريقين الفتح وعليكم النصر على اللعب هذا، واحب الروح الرياضيه والاهالي اللاعبين وما قصروا. شكرا. اهدي هذا الفوز الى بنتي جنى، وان شاء الله بطوله نصراويه. الوعد وين؟ في جده. الوعد في جده. الوعد وين؟ في جده.